أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الاقتصاد. أكد المجلس المحلي في بلدة التمانية بريف إدلب أن البلدة تشهد حركة اقتصادية نشطة رغم استمرار القصف الجوي لطائرات النظام والعدوان الروسي. ووفقا لرئيس المجلس بسام النور، فإن سكان البلدة أنشأوا كسارات ومناشر الفستق الحلبي، كما جرى افتتاح سوق خاص بالمنتج حيث يبلغ إنتاج البلدة منه 1000 طن. مضيفا لوكالة سمارت أنه تم إنشاء حراقات حديثة للفيول واستخراج المازوت والبنزين، وكذلك مكابس أحجار البناء ومراكز بيع الإسمنت والأسمدة. قال غسان الرفاعي مندوب داعمي فرن تل الشهاب الآلي بريف درعا إن الفرن يخدم أهالي البلدة فقط، إضافة لنحو 3000 نازح داخلها من خارج المحافظة يحصلون على الخبز مجانا. وأضاف الرفاعي أن الفرن الذي تم افتتاحه الشهر الماضي من قبل لجنة من داعمين وتم دفع تكاليفه من قبل 3 أشخاص من أبناء البلدة، موضحا أن الفرن ما زال في المرحلة التجريبية وبأنه يتم شراء مادتي الطحين والقمح من عائدات الفرن أو من قبل الداعمين. أعلنت وزارة العمل الأردنية الشروط الرئيسية لإصدار تصاريح العمل للسوريين، حيث تتضمن إحضار جواز السفر وبطاقة الخدمة المصروفة، إضافة لدخولهم المملكة بشكل قانوني. ووفقا لبيان الوزارة، فإنه تم توجيه مئات الإنذارات وإغلاق 73 مؤسسة وشركة بسبب تشغيل عمالة من الجنسية السورية بشكل مخالف، رغم الإعلان أكثر من مرة في وسائل الإعلام بضرورة إصدار التصاريح للعمال السورية في المهن المسموح بها. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العمال المهاجرين في الأردن ممن يحملون تصاريح عمل بلغ خلال العام الماضي نحو 315 ألف عامل وافد. أكدت مصادر في حكومة النظام عن رغبة روسيا في الاستحواذ على ملفات إعادة الإعمار لما لها من فوائد اقتصادية جمة تصب داخل الخزينة الروسية مستقبلا. وكشف تقرير لموقع اقتصاد عن زيارات مستمرة يقوم بها رجال أعمال روس إلى سوريا لمناقشة قضايا التطوير العقاري مع حكومة الأسد، بالإضافة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. ووفقا للتقرير، فإن نظام الأسد وجه معظم استثماراته العقارية مع بدء التدخل الروسي نحو محافظة طرطوس. قال تجار أوروبيون إن مؤسسة التجارة وتصنيع الحبوب التابعة للنظام طرحت مناقصة لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين اللازم لصناعة الخبز ضمن خط ائتمان إيراني في الدفع. وحسب وكالة رويترز أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو منتصف الشهر الجاري. وكانت حكومة النظام طرحت في العام الماضي مناقصات لشراء قمح ومواد غذائية أخرى، وعرضت السداد عن طريق إيران، غير أن تجارا قالوا إن صعوبة تمويل صفقات القمح بسبب الصعوبات أو العقوبات المصرفية منعت شركات التجارة العالمية من المشاركة في المناقصات التي يطرحها النظام. في أسعار العملات لهذا اليوم، ارتفع الدولار متجاوزا 440 ليرة في حلب ودمشق بفارق ليرتين. ففي دمشق بلغ سعر صرف الدولار 439 ليرة للشراء و 442 ليرة للمبيع، وبلغ سعره في حلب 442 ليرة للشراء و 444 ليرة للمبيع. و
وفي أسعار الذهب سجلت الأونصة لهذا اليوم 1262 دولارا بارتفاع قدره 5 دولارات عن يوم أمس. وفي أسعار الذهب في السوق السورية لهذا اليوم وفق الجمعية الحرفية للصاغة بقي سعر غرام الذهب من عيار 21 ل 15200 ليرة سورية، وسعر غرام الذهب من عيار 18 ب 13028 ليرة سورية. في الأخبار الدولية، مديرو المصارف البريطانية مهددون بالسجن إذا ساهموا بإفلاسها، وأخبار اقتصادية عالمية في التقرير التالي. قفزت أسعار النفط العالمية أكثر من 5% مع تسجيل برنت ذروته لعام 2016 فوق الأربعين دولارا للبرميل، بعد أن قالت الإكوادور إنها ستعقد اجتماعا لمنتجي الخام في أمريكا اللاتينية. وتعزز النفط أيضا بعمليات شراء لأسباب فنية وموجة صعود في السلع الأولية، وتحدد سعر التسوية لخام القياسي العالمي برنت عند 40.84 دولارا. دفعت رويال داتش تشيل 1.940 مليار دولار ديونا مستحقة عليها لشركة النفط الوطنية الإيرانية في أعقاب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وترجع تلك الديون إلى تسليمات من النفط الإيراني عجزت شيل عن سداد مقابلها جراء العقوبات التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها أمس على إمكان إحالة مديري المصارف إلى السجن في حال ارتكابهم أخطاء تؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم، وتأتي التدابير ضمن إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تحميل المصرفين مباشرة مسؤولية أي تقصير محتمل تجنبا لما حدث في لندن خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. طلب رئيس مجموعة اليورو من وزراء المال في منطقة العملة الموحدة الاستعداد لمحادثات لإعفاء اليونان من ديون فور تأكد المقرضين من تنفيذ أثينا الإصلاحات التي وعدت بها. وتوقعت المفوضية الأوروبية وألمانيا اليوم عودة فريق ممثلين للمقرضين الدوليين إلى أثينا هذا الأسبوع لاستكمال مراجعة الإصلاحات التي من دونها لن تبدأ محادثات الديون. والآن نعود إلى زميلة راضية لاستكمال نشرة الأخبار. إليك راضية.